بيكم من كل عسلامة هند، عسلامة مليومة، عسلامة بالمشاركين بتاعنا. اليوم باش نقدموا لكم فكرة على خدمات صبورة، لكن قبل هذايا مليومة خلينا نذكروا المشاركين بتاعنا انه صبورة نات هي منصة تعليمية الأولى في تونس تشرح الدروس التعليمية في شكل فيديوهات صوت وصورة من المستوى الأول للمستوى السادس. كل ما عليك انك تدخل للموقع www.sabora.net باش تلقى دروس وألعاب تطبيقات. وقت تدخل موقع صبورة نت باش تلقى العديد من الخدمات. هادو كي تعطينا فكره على خدمات صبورة. باهي مريومة، الخدمات انك انت دوما تدخل للموقع بتاعنا باش تلقى فيديوهات مجانيه اللي هي القصص والحكايات والمتفرقات، ومع هذا باش تلقى مكتبه رقميه تمارين تفاعليه. كل مشترك باش يدخل الموقع بتاعنا باش توصلوا ميساج على البريد الالكتروني نتاعو باش يذكروا بالجديد نتاع صبورة نت. والمشتركين اللي عندهم اشتراك وعندهم فاتورة على صبورة باش توصلهم رسالات قصيرة على الهاتف نتاعهم. هند، ما ننسيوش زادة الاشتراكات الشهرية نصف سنوية والسنوية، تمارين وألعاب ذهنية، ومع هذا زادة نلقاو تقييمات توجيهية. مريومة عندنا تطبيق نتاع صبورة نت، كل مشترك كل ما عليه انه يدخل للبلاي ستور ينسالي صبورة نت، وهكيك تولي الابليكاسيون موجودة عنده على الهاتف نتاعو وينجم يتنقل صبورة لأي بلاصة. يظهر لي هند أسهل من هكا ما فماش، وكي تعاود ذكرنا كيفية الاشتراك في صبورة. أي مريومة، كل المشتركين بتاعنا كل ما عليهم إنهم يدخلوا للـ www.sabora.net باش يظهر السيت صبورة نت. كل ما عليك إنك تكليكي على كلمة الاشتراك وتعمل الكونت بتاعك أبيك جيميل ولا أبيك فيسبوك، ولا تحط لي كوردوني اسم واللقب وكلمة المرور وتعمل دخول. هكاك يولي من المشتركين بتاعنا ومرحبا بك في موقع صبورة نت. بمناسبة شهر التخفيضات، مريومة تخفيضات في بلايص الكل، وهذاك علاش صبورة ما نساتش المشتركين نتاعها. مريومة باش تذكرنا بتخفيض الأسعار اللي قدمته صبورة للمشتركين نتاعها. احنا زادا حابين نفرحكم، هذاك علاش الاشتراك الشهري باش يولي ب 10 دينارات كهو باك في المواد الكل، الاشتراك النصف سنوي باش يكون 35 دينار، والاشتراك السنوي باش يكون 70 دينار اكهو. بالطبيعة هذه أسعار صالحة لجميع المستويات واللي باك فيهم المواد الكل. هكاكا صبورة تكون فرحت بالمشتركين نتاعها وما نسيتهمش. صبورة تحب ديما تفرح الصغار والكبار. نستناكم مشتركين الكل ومرحبا بكم معنا. سلامة سلامة.